جبت كام في الثانويه العامه؟ جبت تقريبا 92. كان معايا تفوق رياضي ساعتها، كان اللي بياخد افريقيا منتخب كان بيبقى معاه تفوق رياضي، فده بالتفوق الرياضي حاصل ضرب 20 في 40 800 بجد 1402 زائد 67. ايه الصعب ده؟ 1469. اكتر اكله بحبها البيتزا، انا ممكن اقعد اكل بيتزا صبح ظهر عصر، اكل بيتزا ما ازهقش منها. الذي يفكس برا على الدغري، يعني هو ده كان الراي الرسمي بتاعنا في الموسم اللي فات ده، فعلى الدغري انا تعبان. حاجه لو اتقالت عليا مستحيل تتصدق. ان انا وصلت في معادي. مستحيل تتصدق، انا عمري ما وصلت في معادي في اي حاجه في الحياه بصراحه، معادي وحشه قوي. لو كنت لاعب كره قدم تحب تكون مين؟ انا بصراحه لو كنت لاعب كره قدم احب ابقى جون، بحب الشناوي، كان ممكن ابقى الشناوي. سوشي ولا فسيخ؟ سوشي طبعا، بحب الرنجه جدا بس بكره الفسيخ، فممكن سوشي لو يعني سوشي ولا رنجه او الرنجه، انما سوشي ولا فسيخ يبقى سوشي. حرقتي الاكل قبل كده كان ايه؟ بص، من كام يوم اول امبارح جوزي كان جاي من الشغل وجعان جدا، وانا المفروض ان انا بعمل اكل، فكنت بعمل لحمه بالبصل. انا عندي مشكله جدا في ان انا اللحمه تستوي مني، يعني اللحمه فضلت 4 ساعات على النار مش بتستوي، فانا ما كنتش فاهمه هي مش بتستوي ليه، يعني انا مش عارفه، كل شويه احط لها ميه برضو مش بتستوي، فقلت خلاص انا هحط لها ميه وهظبط التايمر على ساعه ومش هاجي لها غير بعد ساعه. طبعا رحت لقيت الاكل محروق وجوزي قاعد مستني الاكل بقاله اكتر من 4 ساعات. فاول امبارح ده كان اخر مره، ما اعرفش الحمد لله، حاولت انقي له اللحمه اللي مش محروقه وحطيتها له، كان الحمد لله. اكتر اكله بعرف اطبخها، وانا لسه جديده في المطبخ، فبس انا متالقه في اللازانيا، يعني كل اللي كان من ايدي لازانيا حبها قوي وبعملها حلو قوي قوي قوي. اغرب حاجه حصلت لي وقلت دي اكيد حسد، مش عارفه، يعني انا من الناس اللي مش بؤمن بالحسد قوي قوي، يعني دايما مش بعلق اي حاجه ان ده حسد، لا دايما عندي اسباب. بس بصراحه الصليب التاني بالنسبه لي ما كانش عندي اي سبب ليه، والدكاتره ما كانش عندهم اي سبب ان هو ايه اللي حصل، لان كان في دعامه كده كانت متركبه، المفروض الدعامه دي كانت بتمتص الصدمه بتاعه الصليبي، فلو لا قدر الله حصل حاجه في الدايه تتقطع قبله، الصليبي كان مقطوع والدعامه سليمه، فدي اكتر حاجه كان عندي علامه استفهام يعني. بس الحمد لله يعني هو برضه نصيب والحمد لله على كل حاجه. لو نفسك تقابلي شخصيه واحده هتكون مين؟ انا بحب وائل كفوري جدا جدا، فنفسي احضر له حفله ونفسي اقابله، يعني ده اكتر حد نفسي اقابله. لو طلع لك الفانوس السحري وكان ليك طلب واحد بس، ايه الطلب؟ فلوس. فلوس طبعا، فلوس كتير كتير كتير. الذي مامتك لما تطلبي منها حاجه وترفض؟ ماشي، يعني ماما عامه مع يعني معايا ما بتقولش لا، اقول لها حاجه ما بتقولش لا، بس تفضل بقى نقعد نلف حوالين بعض وفي الاخر برده ما طلعش بنتيجه. يعني مثلا ماما مثلا انا خارجه النهارده، طيب خلاص ماشي، استني كده اصلي لي العصر واسالك ان شاء الله خارجه فين ومع مين. طب نصلي العصر، هي ماما انا خارجه. خارجه فين بقى؟ خارجه في الحته الفلانيه مع كذا. هترجعي الساعه كام؟ كذا. هيا ماما اخرج، انت متيش هتتغدي ايه النهارده؟ انا لسه بعمل الاكل. ففي الاخر ما انت مش خارجه، بس هي مش لا، عشان ما بقاش قلت لا. ورده ولا شوكولاته؟ اكيد شوكولاته. هعمل ايه بالورده؟ هيدبل، بس اكيد شوكولاته. هربتي من مدرسه قبل كده او الدرس؟ بصراحه ما كانش عندي وقت اهرب، يعني طول الوقت كنت في التمرين، كنت بهرب رسمي، يعني مش بهرب من وراه، بهرب رسمي، انا عندي تمرين بهرب من الدرس الرسمي برضه عشان في تمرين. مسلم ولا عصام صوصه؟ الاثنين بصراحه بحب الاثنين.